كل شيء كيقول لي حطينا نوايل السبب الغياب ديالك. صراحه السبب الغياب ديالي هو بزاف ديال هما بزاف ديال الحوايج، ماشي غير حاجه واحده، ولكن الحاجه الوحيده اللي ضراتني وهي تلعب في المذنب هذا. نادين كانت الخوط طاحت ليا وتهرست من اليد ديالها اللي صايا. كنت دايره ليها القبص والحديد لحد الان مازال دايره هاد اليد هادي، حتى ندور الكاميرا ونوريكم كوني جديده اللي دارك. نادين وري مي جديده اللي دارك. هي هادي راه على باليكم هنا باقي الحديد، راه باقي حتى ما كتسرحاش. شنو دايره نادين؟ شنو دايره في ديدي؟ شنو دايره؟ دايره حديد. انا دايره حديد انت نادين المريضه. مشيت الخوت درت ليها قبل ما غنوريكم داكشي ديالها وراضي داكشي. غادي نقول لكم باللي السبب ديالها كيفاش طاحت. كنا واحد النهار خارجين دوزنا لها لبسنا حويجاتها خارجين، ونادين جات راجعه بلوريا طاع على يديها وتفصل ليها هذا على هذا، ما هذا بقات شاده غير واحد الحيمه، ما بقاتش هذا على هذا تفصل.